الخامس رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. القصد بالمنصب هون النسب، يعني ذات حسب ونسب. دعته هذه امرأة، إما دعته للفاحشة وإما دعته للزواج، دعته إلى الزواج وهو إنه خليك عنا من الزواج، قال لا أبدا، إني أخاف الله أنه أخلو بامرأة. الخلو بامرأة خطر على المسلم. دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. مين دعته المرأة؟ وسام. مين؟ سيدنا يوسف. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. سيدنا يوسف دعته امرأة العزيز، العزيز وزير المالية. وزير المالية كان ما بينفع للنساء، فزوجته شابة وشافت سيدنا يوسف بها الجمال فقالت هيت لك، يعني تهيأت لك، أنا تهيأت لك. فقال إني أخاف الله. قلت له خايف من الإله؟ أخذ الثوب وغطت الصنم. قلت له غطيت لك يا ما رح يشوفك. قال إن كان إلهك يحجبه رداء فإن ربي لا يحجبه شيء. إني أخاف الله رب العالمين. لا إله إلا الله. هي لكل شاب أن لا يخلو بامرأة مهما كان. والحديث صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة، بامرأة شو اسمك يا أخونا أنت؟ أنت أناس، أما هو غازي، غازي نسيت. امرأة نكرة ولا معرفة؟ ما خلا رجل بامرأة نكرة. شو معنى نكرة؟ ما في ألف ولام. لو قال بالمرأة كان محدد المرأة، أما بامرأة أي امرأة. ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان سالسهما. أي امرأة. أخذ بذلك بعض رجال الأحناف رضي الله عنهم، قالوا حتى المحارم الأفضل أن لا يخلو بهم. حتى المحارم، المحرم أمه أخته بنته، الأفضل أن لا يخلو بهم. هذا من 400-500 سنة حاكينها، هلأ عم شوف هالحكم هذا لازم يتطبق. هلأ رجل نام مع بنته وحبلت منه وجابت ولد، وابن نام مع أمه وأمه حملت منه. هذا بهذا الزمان. وهي أنا حكى ليها قاضي بالمحكمة مرة عم تشكي إنه حامل ما بتعرف حالها من الحامل. مين عندك؟ ما في غير ابني الله يرضى عليه. جابوا ابنها قبل ما تنام عم يصيها فنجان قهوة في مخدر، عم يجامعها وهي نايمة. قاضي قال له يخرب بيتك لك أمك. قال له شو بدنا نسوي بحالنا؟ وين بدنا نروح بحالنا؟ أفلام وما أفلام وتلفزيون وبالطريق، إيه؟ شو بدنا وين بدنا نروح بحالنا؟ نسأل الله العفو والعافية. هذا شو حكمه في الشريعة؟ أطرب بما فيه شيء.
فالأفضل عدم الخلوة. هلأ في البيوت خلينا نكون على واقع، في البيت لما الشاب بده يغير بنطلونه ويلبس البيجامة وين بشلاه؟ بالأوضة قدام أخته، بشلاه وبلبس البيجامة قدام أخته. البنت إذا بدها تغير أواعيها قدام أخوها، ما تغير أخي غمض عيونك، بيغمض عيونه إلها يغمض عيوني. ها فالشاب قدام بنت أخته والأخت قدام أخوها، لذلك عم يشوفوا الأولاد قدام الجوامع. ولد صغير ولداني حطته قدام الجامع، بيطلعوا من الجامع يشوفوا ولد صغير بياخذوا، أخذوا ولد مكتوب عليه ملعون ابن ملعون يلي بينام مع أخته، نايم مع أخته، حبلاني منه جايبه ولد. لذلك ما خلى رجل بالمرأة ولا بامرأة؟ بامرأة. أنا مع أمي كنت رحمة الضي عليها، ما أقعد أنا وياها، كانت الغرفة ننزلها بأربع درجات، غرفة واسعة ما في غيري أنا وياها، تركت وطلعت عقد قدام الباب فوق، قالت لي يا ابني ليش أحد هنيك ما تنزل لهون؟ تلا لما ما هون أحسن لي يا ابني كذا، تلا يا ماما هون أحسن، أسلم لي نفسي. قالت لي وش خرب بيتك لك أنا أمك؟ تلا إيه النبي نبي قال بامرأة، ما قال بالمرأة، بامرأة أسلم. لما شافتني بهالوراء قال لي الله يرضى عليك، برافو عليك. إذا بأم الواحد ما خلا يخلو بغيرها، هيك بده يكون الواحد آخذ دائما دائما آخذ احتياطه. هلأ الأم عم تعود، نسأل الله السلام على هالزمن، الأم عم تعود قدام ابنها بالشلحة، نصف خادم بيني وصدر مبين قاعدة قدام، هذا شو حجر هذا ولا بشر؟ عم تعود قدام ابنها. نسأل الله العفو والعافية. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس، نسأل الله العفو والعافية. فإذا بالنسبة للمرأة إني أخاف الله، والخوف من الله عز وجل تقوى وحياء، أن تتقي الله وتكون ذو حياء من الله عز وجل. غض البصر، حص تحصين الفرج، يقتدي بسيدنا يوسف صلوات الله وسلامه عليه. سيدنا يوسف وقف أمام هوى النفس وشهوة الفرج فكان كالجبل الراسخ، الدنيا تفنى لذتها وتبقى تبعتها، تفنى لذتها وتبقى تبعتها. قل مثل الدنيا كمثل الحية لين مسها قاتل سمها، الدنيا كمثل الحية حلوة ومنقشة لين مسها قاتل سمها. انتبه الواحد، تفنى اللذائذ ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الوزر والعار، تبقى حواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. الله عز وجل يحمينا.